الآن الكرة للرسام بعد ذلك لمصلحة تشافي. اللمسة من ميسي والجود جميلة. ميسي يحاول أمام راموس. ميسي بينية لنيمار خطيرة وكرة وميسي فعلها اليوم. الله مارك. لا داعي للخوف. إلى أي مكان ذهبوا لديهم ميسي. هنا سيسجل, هنا سيتألق, هنا سيضرب وسيرفع يده اليمنى وسيحتفل. هيا بنا يا رفاق. وهنا عادت الأمور إلى التعادل هدفين. ريال مدريد الكلاسيكو في منتهى الإثارة. ميسي ونيمار مروا من مدافعي ريال مدريد ونجح البرغوث, وهذا زمن البرغوث في أن يسجل مرة. وليس لاعب خط الوسط فقط أو القائد. نفسه من جانب ميسي جميلة لنيمار. نيمار يمر ركلة جزاء البارسا. طاردني راموس وركلة جزاء لبرشلونة. يا إلهي لقطة جميلة. شوف اللمسة من الساحر. الله على ميسي. لمسة من بينهم خدعهم. نيمار هنا انطلق, هنا مر يا ميسي. الركلة الجزائية ليو يلعب الكرة. تعادل لبرشلونة. الله يا ميسي. نعم أعادهم ميسي. نعم نجمهم ميسي. وميسي عندما يكون في يومه لا تخافون يا عشاق البرسا. هنا الإعاقة التي تمت, وهنا اللقطة التي شكلت صعوبات كبيرة بعد ذلك على ريال مدريد. وهنا ركلة الجزاء في الهجوم. تشافي لإنيستا. إنيستا لمسة وانتو جميلة لبيدرو. إنيستا على جهة اليسار يحاول مضغوط عليه ولكن التغطية من ألونسو. ركلة جزاء لبرشلونة. صفر ماينكو وأعلن عن ركلة جزاء للبرسا مرة أخرى. يا إلهي. أنديانو ماينكو يصفر ويحتسب ركلة جزاء. ركلة جزاء لمصلحة إنيستا اللي كان محاصر من كارفاخال وألونزو. هنا حالة شد, وهنا تدخل, وهنا ركلة جزاء, وهنا فرصة للفوز بهذه الركلة بالذات بعد هذا التدخل. والبرسا برسا من ركلة جزاء وميسي يلعب الكرة. هدف رابع للبرسا من ركلة جزاء. ميسي يسجل في سانتياغو. ميسي هاتريك آخر. يا إلهي. ميسي وميسي وميسي مرة أخرى ضد الريال. التألق يزداد. اللمعان, الفرجة, المتعة, القدم الساحرة, الكرة في المرمى. ميسي لديكم, لا خوف عليكم, وهاتريك.